السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد من طبق المنى. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل الخيار السريع، هنخلله وهنأكله في نفس اليوم. طبعا أنا جبت الخيار زي ما انتم شايفين، دول 2 كيلو خيار، أنا هعمل منهم كيلو بس. بصوا الخيار غسلته كويس جدا، وده فلفل حامي، ودي التوابل بقى اللي هنحطها عليه. طبعا انا جبت الخيار وبخرطه، حبيت اوريه لكم زي ما انتم شايفين كده، بقطعه بالورب كده شرايح، بحب احط معاه فلفل حامي، اللي مش عايز يحط ما فيش مشكله، بس الفلفل بيديله طعم حلو جدا. برضو الفلفل او الشطه بقطعه بنفس الطريقه. هخلص الكميه كلها بقى، انا عملت حوالي كيلو خيار وعليه ربع كيلو فلفل حامي. جبت طبق، وطبعا اهم حاجه الميه نكون غاليينها، انا غليت الميه في الكاتل مغليه كويس. هضيف حوالي لتر ميه، حوالي 4 كوبايات، اللي هو المج بتاع الشاي. هحط عليه بقى السكر، معلقه سكر كبيره، ما تقلقوش من السكر، وحقيقي السكر ده فايدته بيدي الخيار قرمشه كده جميله جدا وما يطرش مننا. معايا كركم وشطة ومعلقة كزبرة ناشفة. وهنضيف طبعا الملح، احط حوالي 4 معالق ملح، بمعدل كل كوباية معلقة كبيرة، عشان احنا مش عايزين نعمله حادق. طبعا ما ننساش بقى الخل، دي اول معلقة، احط حوالي 4 معالق، يعني حوالي ربع كوباية خل، الخل بيحفظه طبعا. نقلب بقى المحلول ده كويس عشان الملح والسكر يدوب، ان شاء الله هتاكلوا احلى مخلل الخيار باذن الله. دلوقتي طبعا المحلول ده كله هاخده كده واضيفه على الخيار المخلل. التوابل بقى يا جماعه، بالذات الكزبره دي هتدي له طعم خرافه. نقلب كويس، هنسيبه طبعا، انا سبته في التلاجة ساعتين، هوريه لكم لما اللون بتاعه يتغير ويستوي من الميه السخنه اللي احنا حاطينه فيها، يعني ده على الغدا ان شاء الله هناكل منه. نغطيه كده ونسيبه لما يبرد. هوريه لكم بقى، ده كده عدى ساعتين، بصوا بقى اللون يا جماعه، بصوا الكركم اداله لون جميل ازاي، مستوى وبقى جميل قوي. انا هطلع دلوقتي شويه في طبق احطهم على الغدا كده، يعني خيار عاملينه في البيت وما اخدش مننا وقت، وبمكونات موجوده عندنا وحاجه نظافه كده. باقي طبعا بقى انا هحطه في برطمان، بس حبيت الاول اوريكم، انا دقته طبعا دلوقتي حاجه كده جميله جدا ومقرمش وطعمه تحفه. طبعا الباقي ده احنا هنعبي في برطمانات ازاز كويس، نكون معقمينها ومنشفينها كويس. الكميه دي عملت لي البرطمان اللي انتم شايفينه ده وواحد كمان، ولما يخلص نعمل غيره. الخيار طبعا ده في التلاجة ممكن يفضل معانا لمدة اسبوع مش هيحصل له اي حاجه، ولما ناخد منه ناخد بمعلقه ناشفه نضيفه، وياريت معلقه خشب. ان شاء الله تجربوه بطريقتي ويعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وسبسكرايب، تدوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل فيديو جديد. بالهنا والشفا، مع السلامه.